السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. تصريحات المدرب نبيل معلول اللي كان له صدى كتير كبير على وسط الرياضي والشارع الرياضي والجمهور السوري المحب والمتابع لمنتخب سوريا. انا مو جاي بهذا الفيديو اذكر التصريحات واللقاء اللي كان للمدرب نبيل معلول، طبعا اللي تابعناه وحضرناه جميعا عبر قناة الاستاذ لطفي الاسطواني. رأيي بسيط وتعليق بسيط كمحب ومتابع لمنتخب سوريا، وبتوقع اغلبكم حيوافقني بهذا الكلام. بداية نحن بنتمنى حل موضوع الرواتب، رواتب المدرب نبيل معلول ورواتب جهاز الفني المساعد للمدرب التونسي نبيل معلول. نحن طبعا ما بننسى الظروف الصعبة اللي عم تمر على البلد، والظروف الصعبة اللي كانت بسبب انتشار الوباء وتوقف المباريات، والظروف ايضا اللي كانت بعدة مجالات رياضة او غير رياضة اللي عم تمر بالكرة الارضية. طبعا هاي الظروف اللي حرمتنا من متابعة منتخب سوريا والمباريات تحت قيادة المدرب نبيل معلول، حتى طبعا استئناف مشوار التصفيات. لكن نحن بنتمنى عدم التخلي عن حلم الشارع السوري، الشعب السوري، الجماهير السورية المحبة والمتابعة لمنتخبنا، هو الوصول لكأس العالم، لأول مرة لكأس العالم بتاريخ الكرة السورية. إضافة نحن بنمتلك أفضل اللاعبين والمحترفين، أفضل الأجيال اللي مرت على تاريخ سوريا من اللاعبين والمحترفين الموجودين الآن مع منتخب سوريا. المدرب نبيل معلول مدرب ذات مستوى عالي، بيمتلك خبرات، بيمتلك تجارب احترافية جدا بتدريب المنتخبات والأندية، وإضافة أنه سابقا وصل مع المنتخب التونسي لكأس العالم روسيا عام 2018. طبعا المدرب نبيل معلول 6 معسكرات مع منتخب سوريا، وبدأ التحضير الجيد والتدريبات مثل ما عم نتابع من خلال هاي المعسكرات والفيديوهات والصور، حتى ما يكون في عنا هدم للشيء اللي بناه وبدأ فيه المدرب نبيل معلول مع نسور قاسيون، خصيصا انه منتخبنا ضمن التأهل لأمم آسيا الصين عام 2023، وأيضا مع اقتراب المباريات الودية اللي ممكن تكون أمام منتخب الإمارات وأمام منتخب أوزباكستان الشهر القادم. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، ما يكون في عنا تأجيل ولا لأي مباراة من مباريات المنتخب، ونحن اشتقنا نتابع ونشاهد منتخبنا السوري عم يلعب ويشارك بالمباريات الودية أو الرسمية، خصيصا بدنا نتابع المنتخب تحت قيادة المدرب نبيل معلول حتى ولو لمباراة واحدة. مثل ما ذكرت كلياتنا بنعرف انه توقفت المباريات، يعني المنتخب صار له عام كامل من عام 2019 باخر مباريات ضمن التصفيات ما لعب الا الان. كل التوفيق دائما لمنتخبنا السوري ولنسور قاسيون، ان شاء الله تحقيق الحلم السوري والوصول لكأس العالم. نحن دائما وابدا خلف نسور قاسيون، داعمين لجميع اللاعبين وداعمين لجميع المدربين اللي بقودوا منتخب سوريا من اجل تحقيق الفوز والفرحة لمنتخب سوريا لشعبنا السوري إن شاء الله. كان فيديو سريع مختصر، حبينا نحكي بعض الكلام حول موضوع التصريحات اللي كانت وردود الأفعال الأخيرة حول كلام المدرب التونسي نبيل معلول. بتمنى منكم بكل بساطة شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات، وشكرا لكم.